قد يلحق، ولكن لويس كرايتون يلحق يصلح الخطا بتاعه بعد ما الكره رد منه قبل ما يلحقها محمد ديارة. عرضه يتعدي، جول جول يا الشوط الاول. جورج ويا عملها، والله جورج ويا عملها. جورج ويا هو مستني لو مدينا دقيقتين وقت بدل ده الحكم الرابع، وزي ما قلت لحضراتكم ليبيريا في صحيه حسينا والله برضه، يعني الواحد من شكل الماتش ابتدت تشارك في الهجمات وركنيه، وبيغلط طبعا حارس المرمى محمد سيدبي غلطه فظيعه جدا، ومن الدور السابع شوفوا ما شاء الله طول وعرض، وبخبره يا بخبره بقى ال 35 سنه اللي عنده، ومن اعلى نقطه بيبحث زوايا لويس، بيبحث زوايا محمد سيدبي وبيحطها له في المرمى، بيحاول الدفاع يصلحها لكن بيكملها نمره خمسه ديوارا فوسين. جول جورج ويا في الدقيقه والشوط الاول يلقى كتير من مستواه. هتاخد بيحطها سيدو كيتا، لكن لمساته حلوه والله. اوه جول جول اخيرا، وانا لسه بقول لحضراتكم ان مش هيقدر يتعادل كاسبر زاك غير بالقدم اليسرى، تتكلم اخيرا، تتحدث اخيرا القدم اليسرى لسيدو كيتا عشان تصحح اوضاع الفريق المالي. شوف بقى المدرجات، فرحه فرحه فرحه، عظيم والله يا سيدو كيتا، ويستحق الكلام. اعتقد رايحين حيوه صاحب القميص رقم 12، ليه لون، ليه طعم، ليه ريحه غير بقيه اللعيبه. وانا بقول لكم مش هتكسب او مالي تقدر تجيب جول في وقت صعب جدا في الدقيقه 42 يحقق تعادل صعب من انياب جورج ويا. سيدو كيتا خطفها مخطوفه خطف، والله مخطوفه خطف، وتعاطف القائم الشمال مع سيدو كيتا مش بقى مع لويس كرايت. الف عمر كوناري طبعا سعيد، ليه ده جاي في المباراه تلفظ انفاسها الاخيره احبائي الكرام في الامر. يطرق الحكم الليبي عبد الحكيم السليماني تصفرته، هي دي مفيش حد خالص، كويس احمد حسام لم احمد، بس طبعا زاويه بعيده وركنيه استفاد بيها، والله مجهود كبير جدا اضطر انه يخلي اليو مع لعيبه الحقيقه خليله فديجه والحاج ضيوف وهنري